هذا النداء الحبيب المحبب المذكر بالرابطة العظيمة. يعني يا بني ويا بني، كلمة انت هلا، انت يا بت، مش كده خالص. يا بني يا بنيتي، الكلمة دي هي حبيبة لسماع النفس، وفي نفس الوقت بتحبب، محببة في الولد لأبيه، المذكر بالرابطة العظيمة والوشيجة الحبيبة والعلاقة الحانية. كلمة يا بني، خصوصا وكان في كلام قبل كده على ايه، يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. يا بني تصغير ايه، ابني، يا ابني، يا ابني، فخليها ايه، يا ايه، بني، يعني يا ابني الصغير، لان الصغر اصلا بيستجلب الايه، العطف والحنان والرحمه. يعني انت شوف القطه على عيالها الصغيرين، وبعد ما يكبروا يحصل ايه، يتخانقوا على الاكل، مش كده؟ يعني ممكن تهبشهم، ممكن تنشأ علاقة مختلفة تماما، والكلبة مع عيالها حاجة عجيبة جدا والله، والعصافير مع ولادها، بيكبروا بعد كده وحاجات عادية في المجتمع. فالصغر بيجذب ايه، مزيد من الحنان والعطف. فلما يقول له يا بني، حتى هو كبير بس بيفكروا بان انا العلاقة اللي بيني وبينك دي علاقة ابوة، وانت ابني، فبالتأكيد انا حريص عليك. سيدنا نوح هو بيتحايل على ابنه، يا بني اركب معنا، عمري ما هكون حاجة ليك الا ناصح، خايف عليك، عندي حنان ليك، عندي رحمة بيك، عندي حب ليك. كلمة يا ليتنا نستخدمها في التربية.